الطبخ فنون وسرنا ماراثون. احذر التقليد. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الرياضي زد سبورت. هذا البرنامج الذي يأتيكم للحديث عن آخر المستجدات في كرة القدم الجزائرية، ولعل أبرزها المنتخب الوطني وتربص شهر أجوان الذي ستتخلله مبارتين أمام المنتخب الغيني والأوغندي ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في السادس من هذا الشهر والعاشر من ذات الشهر. سنكون في هذه الحلقة مع ضيوفي للحديث عن آخر التطورات التي سيرافقني فيها مصطفى بسكري. مصطفى أهلا بك. السلام عليكم وشكرا للدعوة، ونحيي المشاهدين الكرام. شكرا لك. شكرا. مصطفى كذلك يحضر معنا مصطفى آخر، ومصطفى مازوزي ضيفي العزيز. أهلا بك مصطفى. أهلا بك الأخ عبد الفاضل، أنا جد سعيد بتواجدي معك ومع الأستاذ مصطفى بسكري. إن شاء الله نكونوا خفاف على متتبعين تاع الحصة ديزاد سبور على القناة الإلكترونية ديزاد نيوز. يتوحشوك المشاهدين. إن شاء الله. شوف إن شاء الله إحنا يصيبوا عندنا غير الحقيقة ثم الحقيقة إن شاء الله. شكرا لك مصطفى. مشاهدينا الكرام، كما تابعتم في الآونة الأخيرة القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، والتي أسالت كثيرا من الحبر بعد المفاجآت الثقيلة التي كانت في القائمة على العموم. غياب إسلام سليماني، غياب رياض محرز، بلايلي، ولاعبين كنا نعدهم نجوم الفريق غائبون في ثاني تربص تحت قيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. أبدأ بك كوتش مصطفى بسكري، بداية ما هي قراءتك لهذه القائمة التي استدعاها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش؟ هي قائمة واش راح نتكلموا عليها. هي القائمة تكون عندها زوج نظريات. النظرية الأولى من ناحية تقنية، يعني الفورمة لكل اللاعبين اللي استدعاهم وراهم حاضرين، يعني عندهم المكانة تاعهم باش يكونوا يدافعوا على الألوان الوطنية، هذا الشيء واضح. أما بالنسبة للغايبين، هي لازم نظن باللي الناخب الوطني هو اللي لازم يبرر لماذا يعني هذا عدم استدعاء هذ اللاعبين هذوما، لان اللاعبين بحد ذاتهم واحد ما صرح باللي يعني كيما يقولوا الاعتزال من الفريق الوطني. راهم دائما يلعبوا سواء محرز سواء بليلي او حتى يعني سليماني. هذا الشيء الناخب الوطني هو اللي يقدر يمد لنا الامور اللي لازمه، لان سمعنا بعض خاصه اللاعب محرز اللي قال لك يعني اتصلنا به هو اللي ما حبش، ولا جو سي با كيما يقول لك اكزاكتومون، باسكو مازال عندنا مشكل في الاتصال. سناتي اليه هذا. هذه يعني لان نظن باللي القائمه بحد ذاتها، انا شخصيا نحب نتكلم اللي راهم واجدين، اللي ماهمش واجدين هذيك يعني كلام واحد اخر. اللي راهم واجدين نظن يعني الامكانيه التقنيه الفرديه موجوده الان، توظيف هذ اللاعبين اللي كيفاش راح يكونوا في المباراتين هذوما، المباراه الاولى هنا في الجزائر والثانيه في اوغندا، كيفاش راح يستعملهم الناخب الوطني، هل عنده الوقت الكافي اللي يعرف هذ اللاعبين هذوما؟ لان شفنا المباراتين الوديتين الاخيرتين اللي شفناهم اللي لعبناهم امام بوليفيا وجنوب افريقيا، هو كان اكثر منه اكتشاف بعض اللاعبين اللي يعني مباشره وشنو هما يعني واش استخلص الناخب الوطني والطاقم ديالو من هذ المباراتين هذوما، وكيفاش راح يكون مشروع اللعب ديالو في هذ المباراتين مختلفتين. لان لو نشوفوا المباراه الاولى هي المباراه امام الخصم المباشر على المباشر على التاهل، لان المباراه هذه
يوم الجمعة بإذن الله. الخميس إن شاء الله. الخميس بإذن عفوا. هي مباراة تاع نقدر نقولوا راح تخليك تفوز. راح يعني نديروا يعني خطوة كبيرة للتأهل تاع إن شاء الله يعني لنهائيات كأس العالم. هذا الأمور كلها يعني باش نعاودوا نرجعوا للقائمة، نظن بلي قائمة يعني متوازنة. هل فاجأك ربما غياب لاعب أو لاعبين أو اثنين باستثناء مثلا محرز والكوادر؟ هل فاجأك يعني لاعب كنت تتمنى وجوده وفاجأك عدم تواجده؟ هي في كرة القدم التمني ماشي هذا كل يتمنى. في كرة القدم فيه موضوعية. يعني الموضوعية اللي واش تقول لك؟ تقول لك يعني الفورمة تاع اللاعبين، الفورمة تاع اللاعبين اللي استدعاهم راهم في المستوى. بعض اللاعبين اللي ما استدعاهمش هذا كان نقول لكم زيد عاوني لازم تكون صراحة في الإعلام يعني من طرف الناخب الوطني والطاقم ديالو، لماذا هاد اللاعبين ما كانوش؟ هذه هي يعني. أما بالنسبة يعني باش نقولوا نتفاجأ ما نتفاجأش، في كرة القدم كل شيء ممكن، لأن الناخب الوطني أن نقول ونزيد نعاود نكررها المشروع تاع اللعبة ديالو لحد الآن يعني ما نقدروش نحكموا عليه، لأن اليوم الناخب الوطني ما عندوش 10 مباريات، عنده مباراتين فقط. هذا باش يكتشف لاعبين تاعه، ولكن في المباراتين الاولي كاين بعض اللاعبين اللي ما همش في القائمه، يعني نجم نقول باللي كان فيه انتقاء بالنسبه للفريق الوطني. هذا الشيء اللي اليوم ما نقولش متخوف، ولكن التساؤلات هل عنده نظره كافيه ويعني الوقت اللازم اللي باش كيفاش راح يحط المشروع تاع اللعب ديالو. من ضمن يعني بهذا الناحيه التقنيه ما نظنش راح يكون فيه تغيير كبير من ناحيه نمط اللعب. سنحكي يعني لهذه النقطه حول طريقه اللعب، وهل سيعتمد على التشكيله نفسها التي لعب فيها امام بوليفيا. نذهب الى مصطفى معزوزي. مصطفى، ما هي قراءتك للتشكيله والقائمه على العموم التي استدعاها، وهل فاجاتك ربما وجود اسماء غياب؟ تفضل. بلاكي باش ما نغلطوش الناس وباش نديروا توضيح. التوضيح انه احنا ما كناش نعلقوا على التشكيله لولا التصريحات الكارثيه تاع الناخب الوطني اثناء الندوه الصحفيه. كما قال مصطفى، سي سون شوا اي لاسوم. متايا كيما ديش ان جوور ياك، كيما ديش ان جوور ما لازمش تكذب ولازم تكون الحقيقه، وما لازمش تشهر باللاعبين، وما لازمش تنعتهم بصفات يعني قبيحة. وهذا ما عندكش الدروة باش دير هذا الشيء. أنا يا جالي با فير اون ليكتور. أنا يا أخي في الحصص قاعد نقول كان ما ندخلش روحي في لا ليست تاع بالماضي. أخي هكذا كنت نقول لك نديروا قراءات كيما الأستاذ يدير قراءات. ما هي قراءات توازن نوعية اللاعبين الذين تم؟ خلينا نقول بالمادة القراءة تاعي نولا غير يعني إما ديسي إلا ديسي ميم اون غروند بارتي دو بيبل الجيريا. كنا دايرينو يعني مدرب كفء عنده شخصية عنده كاريزما يقدر يخرج الفريق الوطني من أزمة النتائج في كأس إفريقيا، وإن شاء الله نفوزوا معها بألقاب. لكن يا للأسف شفنا بليك صراو حوايج نقولهم لأول مرة. أنا لا بروميير ليست تفهمنا بليك هو ما دارهاش، معليش ما يعرفش اللاعبين. لكن لا دوزيام ليست يكمل يسمع بعض الاصوات. يعني شوف قضيه رياض محرز فضحتهم لانه قال لك اون لا كونتاكتي وكذا، ومن بعد تغريده رياض محرز ياك لو بوست على رياض محرز الى مي انو ان كومبلو باش ينحيوه. يعني انت صدقت هذا الامر مصطفى؟ سي غراف الصراحه. ولا حبيتوا تقزموا هذا الامر باسكو هذا اللاعب ولا تشفاو اللاعب الوحيد اللي دار تغريده وشكر فيها الناخب الوطني السابق وتكلم عليه حاجه مليحه. دونك ابارامو ما عجبتش بعض الاشخاص، بعض كما يقولوا لي بارازيت اللي يدوروا تور دو ليكيب ناسيونال. شفت تجي نتايا باش الناخب الوطني ايتون سور دو لوي يقول لك تكلمنا عليها لوك ما تكلمتوش معاه، يكذبك بطريقه قطعيه. يا يعني بروبلام حنا يعني بروبلام. وزيد لكن هنا كاين حاجه لهنا وكي صارت لك بوليميك الشعب قاعد تضامن مع محرز. سمح لي ما تقطعنيش كي صارت هذيك التضامن الكبير مع رياض محرز باسكو حتى عالميا شفت بزاف الحصص في حصص مصريه حصص فرنسيه خلعوا بالكيفيه هذه. وين كيفاش
ماشي غير هو من محرز او شايبي شايبي كيف كيف كي تكلم انت تقول لي تقول لي تقول لي سيد هذا اني ني با اون فورم كيفاش عواري لي اون فورم شايبي ني با اون فورم هذا قرار انا نقول لك انا نقول لك رياض محرز الشعب الجزائري تضامن معاه باسكو شافوا باللي كاينه حاجه كاين مخطط والدليل على ذلك انه ياك انه الفيدراليه كانت يعني اوبليجي اللي تي اوبليجي تبعث المكلف بالاعلام باش يدير توضيح ولا تكذيب على تصريحات تاع 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 الناخب الوطني فيما يخص خاصه فيما يخص بالليلي كي قال بلي كي انديسيبليني وبعد المكلف بالاعلام زميل سعيد فلاك مسكين ما يعرفش ما عندوش ليكسبيريونس حب يقولنا ما نعرفوش كاسك صافو دير لو انديسيبليني لو انديسيبليني لي كلير غير يعني منضبط ما كاش حاجه اخرى ما تقولوليش حاجه اخرى باش نولي المحرز واحد اللاعب كي اللي عطى الفريق الوطني تخرجوا بهذه الطريقه الكارثيه لكن مخرج انت تقول مخرج لا 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 يستدعيه لا يستدعيه ما ماشي لم يستدعي قال لك هو داروا كلش عليه هضرنا معاه طلب الاعفاء وبعد قال لك انا ما هضرت كيفاش راك تشوف المستقبل تاع محرز مع المنتخب الوطني الان لا يطولوا لي لفاف ني لو سيليكسيونور ناسيونال كيفاش ان كادر كيما هذا انت ما تعيطلو سافو دير كاين شوا مصطفى هذه في لكن كيف سنرى محرز الان ما هو مصير محرز مع المنتخب الوطني مصير محرز الان هل هو الاعتزال ام البقاء لا درك هما ايلون بوسي على لا بورت دو سورتي هو درك انا جو بونس كي لا دي برينسيپ درك ما يزيدش يولي الفريق الوطني امبوسيبل يولي مع بيت كوفيتش باسكو قاص الشرف تاعو قاص كلام مصطفى لانه قال قاص الشرف تاعو ما تكذبوش على الناس ما تكذبوش شوف يعني سي مالورو مي هذه هي الحقيقه نعود الى بسكري كوتش كيف ترى يعني ما حدث بين الناخب الوطني ومحرز وهذه القضيه على العموم من كان يجب ان يتصل هل اللاعب ام الفيدراليه ام من يعني انت مدرب الان لديك يعني الخبره كاين منطق شيء اي مدرب ولا يا هل ترى لعاب لما يتكلموا عليه بزاف يعني في الصحافه ويشوف روحه هو مليح هو اللي يعيط للمدرب يقول واني واجد عيط لي مش هو يسقيلو مدرب هو اللي يعني كيما يقول يستدعي اللاعب واللاعبين ككل كيفاش تستدعي اللاعبين لماذا تستدعي هذا اللاعب وماشي هذا اللاعب ولا حسب المشروع تاع اللاعب ديالك هل هذا اللاعب هذا يليق في المشروع تاعك حنا نظن باللي هاللاعبين هادو ماهوش الا محرز يعني لما نشوفوا بليلي لما نشوفوا سليماني الشايبي هل يعني ما عندهمش مكانه في الفريق نظن بلي عندهم مكانه ديالهم ولكن الاختيارات انا كمدرب نحترم الاختيارات ليس لديه خيارات ربما فنيه لا الخيارات تاع الى خيارات ديالو هو الى خيارات تاعو يتحمل المسؤوليه هو غدوه ما يقولكش بلي لا قالوا لي ولا غلطوني لازم يتحمل المسؤوليه ديالو ولكن اللاعبين هذوما اللي ما استدعاهمش يعني نظن في الماضي القريب كانت عندهم يعني مكانة تاعهم أساسية وعندهم يعني من ناحية تقنية وحتى الآن نظن يعني ربما عدة سنوات وين بالليلي ما داش موسم رياضي مثالي مثل هذا الموسم من ناحية الانضباطية لازم تتكلم مع هذا اللعب هذا يعني لأن اللعب اليوم لانتيري ناسيونال هو اللي يسبق هذا الأخر علاش هذا الانضباط هذا ربما لكن راك تتكلم عليه أنت كمدرب هل شفته هل راح شفت المباريات ربما شفت مباراة يعني يتكلم مع الحاكم ولا هل بالليلي في الفريق الوطني كان يدير هذه الأمور ما كانش يديرهم إذن يعني إذا يكون في الفريق الوطني ما راحش يدير لك مشاكل يعني عدة تساؤلات إذا راح تكون هنايا أنا نظن باللي اللاعبين اللي ما استدعاهمش إن شاء الله تكون من ناحية تقنية هذه هي إذا كان هو اللي يدير القائمة الآن اليوم هاد اللاعبين هادو أنا نظن من ناحية تقنية واجدين سواء بالليلي سواء محرز ولا شايبي خرج من احسن اللاعبين في الدوري وين راهو يلعب بالتاكيد نظن باللي وما كانش كما خيب قبل ممرر في الدوري المؤتمر الاوروبي ما خيبش في الفريق الوطني كان دائما في المستوى صحيات مميزه بالطبع نظن باللي هذه الامور اذا كان باش الفريق الوطني يمشي من عند الطاقم الفني هل هي بداية عهد جديد ربما مثل ما فعل فايدالي روزيت سنة 2011 عندما قادم إلى الجزائر وقام بتنحية كريم زياني الذي كان كادر في المنتخب الوطني آنذاك
ان شاء الله تمشي له. ان المنتخب الوطني لم يبلغ كان اول منتخب عربي يبلغنا ثم النهائي. ايه وراه المشكله هنا؟ اليس ذلك انجازا؟ شحال من ماتش لعبنا في ماذا؟ في 2014. في 2014 اربع مباريات. شحال ربحت؟ اربع. شحال ربحت؟ فاز على كوريا الجنوبيه وفاز على واش اسمه تاع تايكواندو، فريق تاع تايكواندو ربحنا، والباقي تعادلات. ايه وخسر امام بلجيك مقابله واحده ربحت فقط. هذا ما كان. دونك الا نديروا لي ستاتستيك ونديروا كيما نقول لك الاناليز تاع لي ماتش تاعنا، باسكو عندنا في كاين كيما نقول لابليكاسيون ولا تاع واي سكوت، روح شوف كيما نقول لك لو روندمون تاع لي جوار، كيما نقول لك لو بورسونتاج تاعهم سكي بوزيتيف سكي نيجاتيف نورمال. maintenant ما جيناش نجيو ني علي لوزيش ني ريان دو. maintenant رانا مع بيتكوفيتش. بيتكوفيتش اليوم اذا باش ينحي هذا يقول نحيهم بالماضي في العهد الاخيره ديالو نهار جا قال لك كاين بعض الكوادر اللي ما نسحقهمش، لان هذا كيما نقول لك هذه الاعتبارات، لان انا ماذا بيا ندير مجموعه والمجموعه ساعطيك كلمه فقط ندير مجموعه المجموعه تاعي هذه هي والمجموعه تاعو نجح بها، يعني دينا لقب افريقي من بعدها، ماشي غير دينا لقب افريقي، قعدنا في سلسله مليحه يعني في هذا الاخر. اليوم 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 نخليو هذا الغاي اليوم واش نسواو اكطوالمون، اليوم ناخب جديد نخليو له الوقت باش يعمل ومن بعد هو يتحمل المسؤوليه تاعو تاع هذا كيما نقول لي سيليكسيوني خيارات لي سيليكسيونابل هذوما واللي نحاهم، ماشي كيما نقولوا بور انديسيبلين ولا اوتر شوز، لازم يوضح لماذا، لان اليوم هذا الفريق راه فريق تاع بلاد، وبلاد هدايا اللي يعشقوا كرة القدم ويعرفوا كرة القدم. سأتي لك بعد قليل الحمد لله تعطينا الحرب مصطفى دقيقة فقط. يعني هل ترى أنه هل هذه بداية عهد جديد للمنتخب الوطني؟ والله راك كوتي على بالك، ما على باليش ولا دوك على بالك الشعب ما يتقبلوش السؤال تاعك، ما في غير محله، باسكو عهد تكلم لي على عهد جديد وأنت عندك محرز اللي كومبيتيتيف، راهو لاعب عنده كما يقولوا لو بوتونسييل باش يزيد يلعب حتى المونديال، راه تقول لي عاد جادي تسمى ميم شايبين سينا باسكو نولي شايبين شايبي غادو الحاله، مي تالمو انسان خلوق الا في الا بيبلي لي ستاتستيك اللي هضرت عليهم. دونك انت تهضر لي على عهد جديد، عهد جديد كيكونوا لاعبين خلاص تجيبهم ستاج هكذا تهضر معاهم تفهم لهم البروجي تاعك، باسكو ماشي غير هذا انا غادي الحال سليماني بشير بلومي توبا العروسي بون بلومي ما كانش في لاكان، جيب او موان اللي كانوا في لاكان. لا شوف سي تون ليست بيزار يعني با نورمال. سعيود بماذا تفسر سعيود بماذا تفسر استدعاء النادي تاعو اعلن قبل يوم من اعلان القائمه ومن بعدها لا يكون في القائمه؟ باش نقول لك ماشي هكذا اللي تسير الامور، ما على باليش ولا نهضر دوك على بلايل ولا مازال نهضر على بلايل. بالليل انا انتقدته انا ولا تشفهنا في هذا ليسباس ليبر تاعي. نشكر دي زاد نيوز اللي عطات لي ليسباس هذا لا كوب دافريك، كنا نتكلموا قلت لكم باللي كان جو سوي كونتر ديه بالماضي باش ما يحكمونيش بالفار، انا واحد ما يقدر يقول لك باللي بدل كلامه، قلت لك ما عندوش بلاصتو جو بريفير بالرحمه باسكو اللي تي كومبيتيتيف وشارك كاع تربصات حتى الديرني ستاج ما داش باسكو حدثت بور انتريك دان ديسيبلين ولا ما على باليش ما نعرفوش الاسباب الى حد الان ما نعرفوش هكذا. وبعد كي دار لاكوب دافريك لعب الماتش الى بيان جوي طلبت له السماح في نفس المكان قلت له فلي كذبني انا باسكو درت قراءه انا قلت لك ما لازمش يكون داكور. شفت انايا شفت لا كونفيرونس دو بريس تجي نتايا ان سيليكسيونير ناسيونال كي دوا ان ايديوكاتور هكذا اي دو اتر ان ايديوكاتور انت ترد بجواب يعني كارثي كي تقول لهم كي قالوا لك لي جورناليست علاش ما جبت بالليلي ما هي اسباب اللي جعلتك ما تستدعيش بالليلي تقول لهم اللي انديسيبليني سي تري غراف هذه سي تون بروميير شيخ انا نعرف المدرب الوطني يحمي اللاعبين تاعو ما جبتوش قولوا ما جبتوش بوان باسكو انديسيبليني قالوا لك باللي كان ديسيبليني انت ما تعرفوش اسك تعرف اللاعب هذا دونك قالوا لك باللي كان اللاعب اللي انديسيبليني صافو دير انت تمشي بالاوامر هذه غير مقبوله والشعب فاق الشعب كاع فاق واش با لابين نكذبوها دوك نروحوا للاسباب اللي جعلت هذا الناخب الوطني ديجا انا نهار كان يدير لا تورني فقت باللي سي با نورمال يا كيلك شو كي فابا راح فيزيتا كاع لي كلوب ما تفيزيتيليش لي كلوب شوف لي ماتش وتجيب لي جوار
هو اوليو جبنا لي جوا جبنا 16 مايو وين يروح يعطيو له مايو جاب 16 مايو تاع الشامبيونا فهمتني خلينا من البرنوس وزفيطي ولينا في لي كونفرنس باريس نهضروا على زفيطي نهضروا على الشخشوخه خلونا الاوضاع نعطيك انا معليش مصطفى انا اسمح لي مصطفى نذهب الى فاصل قصير ثم نعود فقط مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود الطبخ فنون وسرنا ماراثون احذر التقليد هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الكرام عدنا إليكم من جديد بعد هذا الفاصل نعود إلى مصطفى مازوزي وما كان يقول تفضل مصطفى كلا بالليلي أنا والله العظيم ميم جوار هذا اللي انديسيبليني أنت كنخب وطني ما تعرفوش ما عندكش الدروة تدير جوجمو ونعطيكم معلومة بتتر بزاف اللي ما على بالهمش شوف بالليلي هذا أنا ننتقد تصرفات دي فوا تصرفات صبيانية دي فوا اعتداء على الحكام منهم حكمة لكن انا يا نتكلم على المبدا انت ناخب الوطن ناخب وطني هذا اللاعب عجبك ياك من الجانب التقني والبدني تستدعيه تعطيلو يعني كما يقولوا فرصه لا تعطيلو الفيدرو تاعك كيفاش انت تشوف لا ديسيبلين كيفاش تشوف المجموعه اكسيتيرا ما تروحش بتاتر مسكين بار نايفتي باسكو انا لحد الان ما رانيش ضده انا راني ضد هذا الناس اللي راهم يعطيو له هذو باسكو هذو يعطيو له دي زانفورماسيون اي سون فوس كنت ما حبيتش دي محرج خليه هو اللي ما يديش كما قالك الشيخ انا ناخذ ما ديتوش نقول في لا كونفيرونس ما يدخلش في الخيارات نتاعي اللي لي كما لي لوزيتش كان عنده الشجاعه الى اونفي لو شوشو تاع 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 محمد الروراوي على ليبوك سيتي كريم زياني مي حتى رئيس سابق تقبل هذا الشيء لانه خيار تقني ماشي حاجه اخرى مي نتايا ما تقولوش البلايلي بلي كان جوار انديسيبليني راك دير في التشهير يقدر يديبوزي بلانت سما انايا اللي ما يعرفنيش يولي يعرفني بلي كان جوار انديسيبليني فهمت هذه ماشي مليح هذا الجوار هذا الى دوني العام هذا كما قال الشيخ كان افضل هدف وافضل ممارسه اعطيك صحه كيفاش نهار ما كاش في احسن احواله دينا الكاس افريقيا ظهر كي كان من بين احسن اللاعبين في البطوله ما يكونش واش ماشي مليح علاش انا تكلمت على بعض الاشخاص كاين مؤامره نقول لك علاش انت كي يخرجوا جوج المكلف بالاعلام يدير يعني تكذيب على هذه تاع انديسيبليني زعما حوسي فهمها انا نتفاهم الزميل سعيد فلاك قال لك بليك ماشي هذا الشيء اللي حاب يدير علاش داروا هذا التكذيب ولا هذا التصحيح باسكو شافوا بليك الشعب غاضوا الحال كيهضر هكذاك على بليلي ايشي نورمال عنده عائله عنده بابا عنده يما عنده وليدو ايماجيني انت وليدو من صغير يهضروا على باباه بلي كان ديسيبليني هذه تقبلها نتايا بالتاكيد بلاش كي تشوف هكذا نتايا خرجوا وهكذا صافو دير اي سون كونسيون كو الخرج الاعلاميه تاع الناخب الوطني دارت ضجه كبيره واغلب الشعب ما تقبلهاش دونك انا شفت لا في لاسومبلي جينيرال تاع لافاف وين يعني جمعيه عاديه كاين تكريم يكرموا الناس الوك الفوتبول ناسيونال نورمالمون هذا التكريم نساوه كاع علاش يا ودي شوف لي ماتش يتباعوا ويتشراوا الحكام يتباعوا ويتشراوا الا من رحم ربك هاونيك الدوسي تاع وليد صادي لازم يكون شجاع كيما يقولوا باسكو حنايا ما ننتقدوش الاشخاص اونكور ان فوا انا هذا رئيس نحترمه لكن هذا بعض الاشخاص كاين عصابه رياضيه راهي تحكم من بعيد بلا تيلي كوموند راهم يسوسوا تكون مليح بريزيدون فيديراسيون عنده مشروع لكن كي تسعى هذو ما تقدرش تخدم ما يخلوكش تخدم شكرا لك مصطفى كوتش
نخرج عن سياق الندوة الصحفية ونذهب إلى صلب الموضوع، المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني، مباراة مصيرية ليست بالمصيرية ولكن مباراة مهمة جدا بست نقاط أمام المنتخب الغيني. ما هي ربما التشكيلة التي ستراها وسيلعب بها؟ هل سيغير مثلا على تلك التشكيلة التي لعب بها أمام المنتخب الجنوب إفريقي والبوليفي في طرب الشهر مارس؟ ما هي قراءتك؟ حسب اللاعبين اللي جابوا لا نظن باللي تقريبا ما راحش يغير حاجه كبيره بالنسبه، خاصه المباراه اللي لعبناها ضد جنوب افريقيا. افريقيا ربما لعبوا لاعبين سواء في الدفاع عمق الدفاع او في وسط الميدان او حتى في الهجوم، نظن باللي 80% تاع اللي لعبت ضد فريق جنوب افريقيا اللي راح تكون، ولكن كما نقولوا سي ان بو بريماتوري باش نتكلموا على المشروع تاع اللعب تاع الناخب الوطني كيفاش النظره تاعو، لانه هو لما كان يلعب مع سويسرا كان ربما يلعب ب 3-5-2 وكيفاش كانت تكون يعني كما نقول لك المرحله الانتقاليه من الدفاع الهجوم والعكس صحيح، هادو هما الامور اللي كيفاش كان يلعب. لما كان في ايطاليا كان يلعب 4-4-2 يعني ربما الان راح يشوف كيفاش اللاعبين المشروع اللي راح يديروا واش من اللاعبين اللي قادر يكونوا هنا. بالنسبه للتغيير ما تقدرش تغير مباشره، ربما راح يكون تغيير كبير حتى ربما لا 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 يعني التشكيله اللي كانت تلعب مقبل قبل ما يجي، يعني ربما ما راح يغير حتى يقوم ربما بتغييرات بسيطه في بالطبع لان ما عندكش وقت اللي باش تشوف واحد اخر، لان اليوم لهنايا ما عندكش وقت باش تغير ولا باش يعني تدير تجارب في منافسه رسميه، لان المباراه تاع غينيا نظن باللي مباراه غينيا هي المباراه الحاسمه الكبيره، لان راح تخليك تكسب اول ثقه في الـ في الـ في الترتيب ديالك، راح تكون بتسع نقاط ربما راح تخلي الفريق الغيني بست نقاط، راح تلعب في ملعبك ايضا بالطبع هذه وحده لا يعني تاع الملعب تاعك هذه تنحات، لان فيهم الفرق ولات هاي تروح، رانا نشوفوا فرق كبيره اللي عندهم اسم مثل نيجيريا مثل الكاميرون ولاو يصيبوا صعوبات، حتى الفريق المصري حتى الجيران اللي هنا يصابوا صعوبات كبيره، لان اليوم كره القدم ولات فيها يعني منظومه، والمنظومه هذيك اللي تلعب بها الداخل وخارج ديار تقريبا نفس الشيء، لان كيفاش تتعامل مع المباراه في يومها كيفاش راح تكون، يعني لان المباراه بحد ذاتها وشنو هي عندك يعني تصرفين ما عندكش عشره، وكيفاش التوظيف تاع اللاعبين تاعك، عندك الكره راحت لك الكره كيفاش ما هي ربما الثنائيه التي تراها في الدفاع؟ لا يعني اليوم خصوصا ان هذا المركز يشكل هاجس للمنتخب الوطني، انا ما نشوفش انا كيما قال الخط، انا نشوف المنظومه، لان اليوم لما نتكلموا نقولوا عندنا المدافعين ملاح ولا ماشي ملاح، لا المنظومه الدفاعيه كيفاش راح تكون، هل الكتله كيفاش راح نلعبوا، الكتله منخفضه كتله في وسط الميدان او كتله متقدمه، اذا كانت الكتله متقدمه في كل كتله في كل ما يعني خط كيفاش راح يكون التصرف، هذا التصرف هل عنده الوقت الكافي باش اللاعبين يجاوبوا حسب يعني المنتظر من طرف المدرب، هذو هما لان في المباراه بحد ذاتها المدرب هو شنو المشكله تاعه، هو الكتله كيفاش راح تكون بالطبع كيفاش راح يركز وتكون استراتيجيه يعني في الهجوم واستراتيجيه في الدفاع، هادو هما الامور اللي راح يحكمها، هل عنده الوقت الكافي باش يدير التغييرات، انا نظن ما يكونش في تغيير كبير وهذا في مصلحه الفريق الوطني بالطبع، ويكون عنده نظره، لان اليوم المباراه تاع غينيا من المستحسن يعني من الناحيه الذهنيه اللاعبين يدخلوا كانها نهائي باش يعني تروح الكاس يحقوا النقاط بالطبع، لان لما تزيد تروح الاوغندا وتكون ان شاء الله نتيجه ايجابيه، والايجابيه انك تفوز اذا فزنا تكون ب 12 نقطه يعني ضمت بنسبه كبيره التاهل، يعني مازال يعني انهم بعد يقعدوا لك 6 مباريات لان عندك 10 مباريات راح تلعبهم، لكن يعني 12 نقطه 12 طبعا راح تزيد تكسب الثقه وتجيب تكتب يعني التنسيق ما بين اللاعبين في الخطوط في الامور هذوما، وخاصه في المستوى العالي هو كسب الثقه جماعيا. ساعود اليك كوتش مصطفى، هناك شاهدنا ربما انتقادات لاستدعاء شعيب كداد، ما رايك في استدعاء هذا اللاعب؟ شاهدنا يعني لاعبين 4 لاعبين محليين مع المنتخب الوطني، شكون انتقد شكون؟ شاهدنا البعض يقولون بانه لا يستحق التواجد عندما قال الناخب الوطني سيعتمد ربما على خبرته الافريقيه. شوف احنا عندنا عقده من المدرب من المدرب المحلي واللاعب المحلي، احنا حقارين كما قال سليماني قال كلمه انا حضروني باسكو انا شويه جوار لوكال، كاينه هذه العقده، هذاك الجوار هذا علاش تكريتيكي هذا يا اخي استاذ سويس ما يعرفوش ماشي صاحبه
هكذا ما جابوش برشلونه هذا كدد ما خلص باش يجي لي كيبلاصه عطيو له فرصه خلينا نشوفوا كما قال مصطفى دونك دونك سي التيرا كيفاش يجي عندنا مقابلتين هكذا وهذه المقابله تاع الاولى ضد الفريق تاع الغيني تاع الغيني شوف نقول لك حاجه ما كان اوكين بريسيون وكان ماشي لا بوليميك تاع لمحرز وبليلي ولا غير جوج في ظروف هادئه جدا راهي تطبخ على نار هادئه انا ديجا رانا لي برومي اون سي بوين هكذا اون سي بوين نلعبوا في نيسون مونديال انا على بالي بلي شوف الفريق الوطني ما يقدرش ينهزم في الجزائر هذه صاي سي تي كونستانت فهمتني عندنا عقده في كاس افريقيا للامم كي نروحوا لافريك نوار هكذا وكان زعما في المغرب نقدروا نفوزوا بها في تونس نقدروا نفوزوا بها في جنوب رابحين على شمال افريقيا انا كنت نتكلم لك على الامكانيات والمناخ والعوامل الخارجيه تقدر تفوز بصح افريقيا السوداء صعيبه انا رحت مع جياسكال لو بومباشي في 2010 في لا تريبين كنت نتفرج المقابله عييت مونطالمو عييت شوف دونك انا نتفاهم اللاعبين هذو واعره مليح دونك اللاعبين هذو اللي جاوا على بالهم بلي مهمة تكون صعبة باسكو شفناهم مع افريقيا الجنوبية في المقابلة الودية يعني عانينا كثيرا ولو انه اعداء النجاح توجور بوزيتيفي ولي شيك حاجة ماشي مليحة نديروها مليحة شوف جاب كداب ماشي معلاش يجيبو مي كي انت لا تروا ولا غير ريزلتا انا عبالي ربحنا 1-0 شوف يعني التعامل ما لازمش تعلموا هذا مصطفى من ناحية ماتش اميكال نستخلصوا الدروس انا ما جوجيش لونترينور باسكو ما في اوكين اسباس مينيمو كان خسر لي دو ماتش ماشي هو دونك لا برومي ماتش تاع اوفيسيال تاعو تاع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لازم عليه هو ديجا واعي بالمسؤوليه على بالو بلي ما لازمش يراتي لا سورتي تاعو ما عنده حتى بريسيون بالك نصيبولوش سبات ما عنده اوكين اكسكيوز عنده جمهور رائع عنده الارضيه حسب الاصداء راهي ممتازه دونك الجمهور تاعنا بالك على بالك مين ما تعرفش تلعب يردوك تعرف تلعب دونك ان شاء الله نفوزوا باللقاء هذا نروحوا باريحيه لاوغندا كما قالت مصطفى دونك ما كاش قادرون على الظفر بهذه بست نقاط في هذه المباراه شوفوا احنا مع لاغيني وضعنا قدم ونصف في كاس العالم ان شاء الله نزيدوا ناكدوا مع اوغندا وبعد نكملوا باقي المشوار باريحيه ان شاء الله شكرا لك مصطفى بسكري نعاود نرجع برك الناس اللي ربما تكلم على كداد اذا جابوا ما تنساش باللي كداد كان في الفريق الوطني المحلي تاكيد وراه مشارك خمس مشاركات في كاس افريقيا مع شباب الوزداد يعني لو تشوف عدد المباريات اللي لعبهم ولا هي فايته تقريبا 30 مباراه مع شباب الوزداد يعني تؤيد بيتكوفيتش في قرار اعتماده على الخبره الافريقيه التي عنده هذه الخبره الافريقيه وما لازمش تكون عندنا شاطر الشيخ مصطفى اللي يقول لك العقده اللي عندنا هنايا العقده هذه تاع اللي يقول لك المحلي شكون اللي دار هذه العقده هذه زمان ما كانتش من شكون هذه خليها لمصطفى وي ريبوندي لك شكون اللي دار هاد الاخرين اللي كان بابات الفوتبال هو اللي جاب لنا هذه تاع نو لازم ناخذ مع اللاعب المحلي ما عندناش دي زونترينور في الجزائر الوغ كاع لي تيتر اللي نداروا كامل هي سيدي زالجيريان الدرني تيتر اللي ديناه كونتيننتال شكون اللي دار بن شيخ عبد الحق اي واقيلا سويس داكور دونك سي تان الجيريان كاس العرب شكون سي الجيريان بالماضي الجيريان 90 الجيريان 75 الجيريان اكزاكتومون زيد 78 الجيريان كاليفيكاسيون كوب دو موند الجيريان اللي رحنا 82 86 لي زالجيريان اللي كيما نقول لك كاليفيا ولا السول اللي كتكاليفيا معاه رحنا لا كوب دو موند سي الي لوزيتش نورمال مي في لا كوب دافريك غنا بريمي تور خرج تاكيد نو هذا السكيلا كيما نقول لك هضر ونحيي واسمو مرزقان شعبان نحيوه سي نون سيلمون كوراجو مي سور بلان كاليتي تكنيك تاع فوتبول مصطفى ربما كيما يقول قال من احسن اللي مداتو الجزائر من احسن اللي في احسن لاعب في تاريخ الجزائر لا لا في تاريخ كرة القدم سي بارمي لي مير وكان راح احترف كان يكون لان دي مير في الاخر بيتات اون اوروب سيتي ان تري تري غران جوار جاي لوكازيون وين اونترينيتو اون بتيت بيريود نهار جال المولودية في 87 صدقني يعني كيما نقول لك سي ان فينومين فيزيكمون وتكنيكمون
حتى في الدراجي شاهد له فيديو صنفوا على انه احسن لاعب ظهير يعني بصح يقول لك كونترينور الجيري لازم يقولوا لك حتى يقولوها ان لي سيترونجي باللي يعرف يلعب تاكيد سبحان الله العظيم كيما يقول لك لو نيفو تاعو ماشي غير هو لا جينيراسيون تاعهم كاين بوكو جوار داير لو سول اللي خرج وكملوا راح لحقنا ولا شامبيون دي موند. وعلاش تكلمت على العقده هذه باسكو اشاك فوا كي تكون اون ليست يجي جوار لوكال نعقدوه ويعني نخرجوه من الطرابوش تاعو باسكو انا ما نقدرش ننسى واش داروا للمحيوس. محيوس اخر نهار استدعاه لاول مره جاب بالماضينا القيامه وراه يلعب دركا ويماركي ويسجل هذا شرط نتمنى له النجاح نقول له لشعيب كداد على بالك سي انت لونفون كلوب تاع السيربي وليد بالوزداد قول له ما تسمعش الاصوات الناعقه هذه خدم بروفي لهم بلي لاعب محلي ولا لاعب ذوي الجنسيه المزدوجه راكم في ليكيب ناسيونال انتم جنود الجزائر انا ما نحوش نفهم واش يكون هذا واش يكون الاخر راك مكونفوكي تلعبوا والسلام عليكم. يعطيك الصحه شكرا لك مصطفى معزوزي. كوتش كلمه اخيره. لا احنا ان شاء الله يعني نكونوا في يومنا لان لا فورم دو جور هي كي با ديتيرميني لو ريزولطا فينال لا فورم اسبيرون كيما نقول لك ان شاء الله تكون فيه تجانس وتناسق ما بين اللاعبين يوم المباراه لان اللاعبين متحفزين بالطبع كل لاعب به يروح يشارك في كاس العالم وان شاء الله نكونوا فيها وهذا بدءا من هذه المباريات هذوما اللي تكون نحوسوا اكثر منها النتيجه النتيجه تكون ايجابيه الايجابيه هو انك نفوز ان شاء الله بهذه المباراه مبارتين هذو ماشي غير هذو لو يعني او تكلم عليها مصطفى لو كان يعني 12 نقطه راح تكون عندنا حظ كبير باش يعني نسوقوا ولا كيما نقول الانسان نيغوسيو يعني نفاوض تكون فيه تفاوض في المباريات اللي قعدوا لنا ست مباريات ماشي سالية ست مباريات يعني تلعب باريحيه يعني 18 نقطه راح تقعد مازال يعني تكون باريحيه ولهذا يعني نظن اليوم نتكلموا اكثر على اللاعبين اللي راهم واجدين لهنا ان شاء الله يكونوا في يومهم والنتيجه بالطبع نتمنى تكون ايجابيه ان شاء الله هذه هي شكرا لك كوتش مصطفى ما هي توقعاتك لهاتين المباراتين؟ اولا نزيد نعاود نتكلم على رياض محرز يعني انسان خلوق لاعب خارق للعاده رغم انه دار تكذيب لكن في نهايه المنشور تاعو تمنى النجاح للفريق الوطني شوف يعني التربيه هكذا انا اتمنى من صميم القلب انه بعد هذه المقابلتين هاك تكون راحه كبيره الناخب الوطني مع وليد صادي ان شاء الله ما يكونش ثالثهم باسكو ثالثهم يقدر يكون انسان ماشي مليح يكسر يكونفوكي كاع لي جوار لي يديروا لهم لقاء جلسة. غير عالمي غير عالمي يهضروا مع لي كادر هكذا اللي تسوي الامور الفريق الوطني ما تجيريش كيما شورك تجيري في دونجين بوتيك هذا فريق وطني هذا اللاعب هذا عطى الفريق الوطني انت بالليلي هذا حبيت ريكوبيريه اهضر معاه اهضر معاه باباش يلفوا ما تفضحش الناس ماشي هذا ماشي لا ميسيون تاعك ما جبناكش يا سي بيتكوفيتش باش تورينا شكون ديسيبليني شكون ماشي ديسيبليني معليش مصطفى جبناك باش تورينا شكون مليح شكون ماشي مليح تقنيا احنا رانا معاه باسكو ناخب وطني وبليجي نسوتنيوه لكن هذا الغلطتين في الاتصال دو زيرو دو كومينيكاسيون لامونطابل ان شاء الله ما يزيدوش يصراو واحد تصلح ان شاء الله الميريت لو ريسبي ما جبتوش قول ما جبتوش باسكو لهذه الاسباب حاجه اخرى ما تقولش ما عيطنا له الى جي تي ولا بالليلي كيف ان شاء الله لا بروشين كونفرنس بريس نتكلموا بلا باقة نتكلموا كرة القدم سيرتو ما نتكلموش على الزفيشي ولا شخشوخة خلونا ماذا شكرا لك مصطفى على تلبية هذه الدواء كوتش شكرا لك أيضا على تلبية هذه الدواء مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية عددنا لهذا اليوم دمتم في أمان الله وحفظه السلام عليكم. فنون وسرنا ماراثون احذر التقليد قدم لكم هذا البرنامج برعاية